يا استاذ اقعد. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه، السيدات والساده اعضاء الوفد الرسمي والمرافق للسيد الرئيس، السيدات والساده ابناء الجاليه المصريه في الولايات المتحده الامريكيه، يسعدني ان ارحب بكم في هذا اللقاء الذي ياتي في مستهل زياره السيد الرئيس الى واشنطن، والتي سيذكرها التاريخ كعلامه مضيئه لبدايه مرحله جديده من الشراكه المصريه الامريكيه، وذلك تأكيدا لحرص السيد الرئيس على مد جسور التواصل مع أبناء مصر في الخارج، والذين نعتبرهم سفراء مصر كل في مجال عملي أو دراسته أو مجتمعي الذي أعيش فيه. إن المصريين في الخارج هم مرآة مصر وانعكاسا لحضارتها العريقة وامتدادا لثقافتها وقوتها الناعمة. السادة الحضور، كنت أتمنى أن يشاركنا كل أبناء الجالية المصرية في الولايات المتحدة في هذا اللقاء الهام، ولكن إذا ضاق المكان فالقلب يسع جميعا. لا أريد أن أطيل عليكم في حديثي، فجميعكم حريص على سماع كلمة السيد الرئيس، وبهذه المناسبة أتشرف بدعوة سيادته لتفضل بتوجيه الكلمة. شكرا. شكرا جزيلا. سبحان في البداية أرحب بكم وانا سعيد ان التقي بيكم، ودي بالنسبه لي فرصه عظيمه ان انا اتكلم معاكم واسمع منكم اطمنكم. احنا الحقيقه حريصين جدا جدا على ان احنا عليكم، على كل المصريين سواء كانوا داخل مصر او خارج مصر، والجاليه المصريه جزء مننا، جزء من المصريين، والحقيقه هم كمان لهم قدره كبيره جدا على التأثير سواء داخل مصر بأن هم يبقوا جسر التواصل بين البلاد اللي هم موجودين فيها بعلمها وفكرها وحتى بثقافتها، وبين ما يحدث أو ما احنا بنحتاجه إن احنا في مصر في مرحلة البناء اللي احنا فيها، أو إن هم يبقوا جسر من جانب مصر بالتغيير اللي حصل في مصر الجديدة. جوه مصر يقولوا للعالم اللي هم موجودين فيه هنا في امريكا وفي دول اخرى كمان، ايه الحكايه؟ ان انتوا اكتر واقدر على ان انتوا تنقلوا من خلال دورتكم وسط المجتمع ده، على ان انتوا تنقلوا بكل فعل ما يحدث في بلادنا وما يحدث في مجتمعنا. فعايز اقول ان احنا محتاجينكم لان انتوا اهلنا، واحنا محتاجينكم عشان نعرف منكم، واحنا محتاجينكم عشان تنقلوا عننا في مصر، لان في كلام كتير قوي الحقيقه بيخرج بيبقى كتير مش حقيقي على اللي بيحصل في مصر من تطورات ومن جهد بيتعمل ومن حرب زي ما قلت كده لمصر الجديده. فاسمحوا لي ان احنا يعني مرة ثانية أنا سعيد بتقديري لكم واحترامكم، احترامي لكم واشكركم ان انتم تعبتوا نفسكم في، انا عارف الحركة هنا مش في ايام زي السجن حد سابين الراحة الوحيدة المتاحة عشان تيجي تقديري الامر، انا اقدره جدا. بالمناسبة طبعا انا سمعت ان في احد اشقائنا المصريين الاستاذ عبد المنعم عبد الله موجود ان شاء الله نطمن عليه.